وحتى هذه اللحظة أيضا الفنان والنجم الكبير حسام حسني، أهلا بيك. أهلا بك يا يوسف، أهلا بك يا يوسف. البقية في حياتك، البقية في حياتك. أنا عارف إنك كنت من أقرب الناس لعلاء الله يرحمه، ويمكن لحد اللحظات الأخيرة كمان. يعني بالنسبة لي الحقيقة يعني العلاقة بتاعتنا اتطورت. أنا كنت من الأول كنت من بابين علاء عبد الخالي طبعا، لما بدأت الأصدقاء ولما بدأ يعمل ألبوماته الخاصة، الشرف إن أنا اشتغلت وبعدين من أكتر الناس الحقيقة اللي دعمني وشجعني إن أنا استقل بذاتي واعمل البوماتي، وكان دايما بيتدخل في يقول لنا ده حلو ده وحش. والحقيقه يعني كان متبنينا زي ما تقول. اول ما طلعنا انا ومحمد محي كان في علاقه تبني، عارف، من اخ اكبر لاخوه اصغر يعني. وعلاء دايما معانا في فرحنا ومعانا في حزننا، تلاقيه موجود معانا في كل المناسبات الحقيقه يعني. ونعم الاخ ونعم الفنان يعني، يمكن مش عارف اقول ايه علاء على المستوى الانساني يعني. بصراحه ضرب كل أمثلة الروعة في الإنسانية. عندك حق، الكل بيقول كده عنه يعني، وده كان بيبقى باين جدا حتى في اللقاءات التلفزيونية يمكن اللي ظهر فيها يمكن مؤخرا وما إلى ذلك. وأنا كنت حتى بقول إنه كان تعبان حتى في فرح بنته، وكان المفروض يعمل عملية وأجلها مخصوص لحد ما الفرح يعدي وبنته تتبسط وما إلى ذلك يعني، الله يرحمه. الحقيقه يعني انا بعتبر فرح بنته يعني يمكن كان وداع لينا، هو بيودعنا لان هو فعلا اثر على حضورنا جميعا. الاستاذ حميد الشاعري، الاستاذ محمد محيي، الاستاذ هشام عباس، الاستاذ مصطفى قمر، الاستاذ ايهاب توفيق، وانا حضرنا يعني زي ما تقول لما اغلب الجيل بتاع التسعينات واحتفلنا معاه وفرحنا معاه. وعاوز اقول بس تعقيب صغير حضرتك لسه كنت بتقوله من شويه قبل ما اخش مع حضرتك المداخله، قد ايه الجيل ده ماسك بعضه وايديه في ايدين بعض. يعني النهارده الاستاذ ايهاب توفيق كان واقف على غسل علاء بنفسه، وهو اللي كفنه، وهو اللي خد علاء ونزل بيه التربه تحت، وهو اللي حل عليه. فعشان كده عاوز اقول لك شوف قد ايه الجيل ده مترابط يعني. ده يعني ايهاب وعلاء اكتر من اتنين اخوات. صحيح. طب في الحياه يعني وفي الممات يعني انا عمري ما شفت كده. ربنا يبارك له ايهاب توفيق بصراحه، والثبات ايهاب توفيق يا رب. يعني كلنا كنا شويه هايبين الموقف، لكن هو الحمد لله حبيبي ولا اتهز ونزل ووصل اخوه لاخر مكان لي. ربنا يكرم مسواه ويجعل مسواه الجنه يا رب. امين يا رب، امين يا رب. يعني انا يمكن هفكر معاك بصوت عالي. انا من امبارح وكنت بتناقش مع زملائي في البرنامج في انه احنا خدنا قرار ان احنا نعمل شكل من اشكال التأبين لعلاء رحمة الله عليه هنا في البرنامج وفي هذا الاستوديو، وانه نجمع اكبر قدر ممكن من اصدقائه اخواته رفاقه اللي هو حضراتكم، وفعلا محتاج مساعدتك في ده انه تنورنا وايهاب يجي وحميد يجي. اقل حاجة نقدر نعملها لعلاء دي، اقل حاجة يعني حضرتك بس ابدا بالمبادره وان شاء الله احنا كلنا هتلاقينا بالفعل موجودين. بنجهز لده وحقيقه محتاج مساعدتكم معايا، لان حضرتك هتلاقينا كلنا كاننا جايين يوم علاء ده. يعني انا لسه سامع الاستاذه منى عبد الغني وهي بتتكلم تقول ان احنا فعلا فكرنا يعني قبل ما سعادتك تفكر ان احنا نعمل له برضه يوم، لان احنا كنا بنسعد بده وهو عايش معانا، فلازم نعمل ده وهو مش معانا. بس انا دايما بقول الفنان بيموت بس فنه بيفضل عايش. طبعا طبعا، احنا قلنا هنعمل ده عندنا هنا في برنامج التاسعة في القناة الاولى التلفزيون المصري، لانه ده حقه علينا كلنا انه لما يتعمل حلقة بالشكل ده تبقى هنا يعني في بيت الفن وبيت الموسيقى المصرية، من هنا من قلب التلفزيون المصري. اكيد طبعا، ده يسعدنا وشرفنا. وحضرتك بس اطرح المبادرة وحدد الموعد وهتلاقينا جميعا موجودين. يعني انا اسمح لي ان انا هكلمك ونحاول ننسق ده مع بعض. اكيد يا فندم، ويا رب أكيد يا رب ده يجرى. شكرا لحضرتك وشكرا لانك انت القيت الضوء على هذا الفنان الجميل اللي هو إزاي. انا النهارده كنت بقول نص الجيل راح النهارده بموت على نص الجيل راح للاسف.
لا لا يعني ربنا يديلكم جميعا الصحة، دي أهم حاجة، وطولة العمر، وما تشكرنيش، لأنه مش هقول لك بس لا شكر على واجب، ولكن أنتوا الحقيقة يعني أمتعتوا جيل بالكامل، وساهمتوا في صناعة وجدان جيل بالكامل. يكفي إن إحنا لحد دلوقتي بنسمع المزيكا والأغاني بتاعتكم لأولادنا، ويمكن كمان شيء من المبهجات على الأقل بالنسبة لي، فما بالك إن أنت جزء من صناعة جيل التسعينات، إن ولادنا بيستمتعوا بأغانيكوا وبيحبوها، فده واجب علينا حقيقي. الحمد لله إحنا هنبقى إن شاء الله معاك في يوم علاء عبد الخالق ونسميه يوم صحيح، يا ريت ويرحمه ويحسن إليه، ولو إني كان نفس التكريم ده يبقى موجود في حياته، بس الحمد لله على كل شيء، إحنا مؤمنين بقضاء الله وقدره، وإن شاء الله يبقى يوم نقدر نلقي الضوء على كل الحاجات الجميلة اللي كان عنه، زي ما فن علاء فنه الجميل وعلى كل مساعدته. على علاء بدأ من سنة 80، يعني علاء بقاله احنا بيقدم فن حقيقة يعني حاجة عظيمة جدا. صحيح، وزي ما فن علاء وفنكوا باقي، زي ما الحلقة دي كمان هتبقى باقية بإذن الله، وهيشوفها أجيال ويعرفوا حجم محبة علاء عبد الخالق في قلوب أجيال كاملة قد إيه، مش بس أصحابه وإخواته وزملائه ورفاقه. وأنا بشكرك جدا ونورتني وشرفتني، كل الشكر ليك. شكرا. كل الشكر ليك الفنان والنجم الكبير حسام حسني.